كيف تواجهون التحويلات من المعاهد الأزهرية للمدارس العامة؟ أولا تحويلات في المعاهد الأزهرية هذه الآونة، أولا بالنسبة للتحويلات وما يظن أن الناس يقومون بالتصرف، هذا كلام غير صحيح، لأن طبعا إحنا في بروتوكول بين الأزهر وبين التربية والتعليم للتحويل، فالطلبة بتيجي من التربية والتعليم تحول للأزهر، وعدد ليس بالقليل، كما أن هناك طلبة من الأزهر بتحول للتربية والتعليم. وبعدين إحنا دلوقتي لازم نعرف وأن هناك ثقافة أن الدستور المصري كفل لكل ولي أمر طالب أن يحدد المسار التعليمي له. ولي الأمر عايز يحدد مسار تعليمه ابنه. أنا دلوقتي أو بعض وسائل الإعلام أو بعض الناس اللي بيقولوا الطلبة عايز تخرج من الأزهر، ولي الأمر يحدد مسار تعليمه لابنه. إزاي إن أنت دلوقتي هتجبر واحد إن يقعد في مكان هو مش عايز يقعد فيه؟ الحاجة هذا الأمر. لكننا في الحقيقة الأمر نقول إننا بيننا وبينهم بروتوكول فيما يتعلق بشأن التعليم، وهناك الكثير من الطلبة تحول التربية والتعليم ثم في العام الذي يليه تعود إلى الأزهر من جديد. لماذا لا يعلقون على ذلك؟ ولكنهم يعلقون على السلبيات لأنهم يريدون النيل من الأزهر ومن رجال الأزهر.